بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي متقابلين عشان المحاضرة الثالثة واللي هنبدأ فيها الشابتر 4 اللي بيتكلم على الفورس سيستم ريزلت. حقيقة عشان نوصل الفورس سيستم ريزلت لازم نتعلم مجموعة من الاوبجكتس. يعني اول حاجة لازم نتعلم يعني ايه مومنت اباوت بوينت. مومنت اباوت بوينت هناخده في ال 2 dimension وهناخده كمان في ال 3 dimensions. بعد كده هناخد سوا المومنت about line. طبعا المومنت about line ده هنعرف لما نوصل له ان هو في ال 3 دي بس. بعد كده هناخد المومنت of couple. يبقى دول كده ثلاث مواضيع عايزين نغطيهم في المحاضرة بتاعت النهض. اول حاجة تعالوا نمسك المومنت اباوت بوينت. المومنت اباوت بوينت. المومنت اباوت بوينت هو رقم. الرقم ده بيقيس قدرة الفورس للدوران حوالين بوينت. يعني انا لو عندي فورس بالمنظر ده وعندي بوينت هنا، فاحنا عايزين نشوف الفورس ديت. لو كان مثلا البوينت بتاعتنا كانت مسمار صامولة اهي، وانا جايب مفتاح عشان ابدأ احل المسمار ده من مكانه، فهلاقي ايه؟ هلاقي ان الفورس لوحدها مش هي اللي بتشترك في فك المسمار. اما المشترك معاها ايه كمان؟ قال لي مشترك معاها البربنديكولار ديستانس. دي بنسمي البربنديكولار ديستانس ديت مومنت ارم. مومنت ايه؟ مومنت ارم. فالرول بتاع المومنت بيقول ان المومنت اباوت بوينت بيساوي الفورس تايمز الدي مضروب في الان كاب. ايه القانون ده؟ اول حاجة الاف ديت هي الفاليو اوف ذا فورس. ده كده الايه؟ الفاليو اوف ذا فورس. الدي هي النورمال ديستانس بتوين ذا بوينت اند ذا فورس لاين. ذا فورس ايه لاين؟ اللاين ده هو اسمه الفورس لاين، الخط يعني اللي الفورس ماشي عليه. اما الايه الان كاب ده؟ الان كاب ده يونت فيكتور زي اللامدا كده بالظبط، بس ده نورمال على البلين اوف ذا فورس اند ذا بوينت. ايه الكلام الكبير ده؟ عشان نفهم الكلام دوت تعالوا نمسك كيس رقم واحد اللي هي المومنت اباوت بوينت بس 2 دايمنشن. قال لي في ال 2 دايمنشن بيبقى المسألة في ال x y بلين. فبالحالة ديت ال n كاب اللي انا كاتبه ده بيبقى k. بيبقى ايه؟ k. ايه ال k ده؟ ال k ده هو اليونت فيكتور اوف z axis. يبقى انا كده ضامن ان ال z نورمال على مين؟ على ال x وال y. قال لي في الحالة ديت قانون المومنت اباوت بوينت في ال 2 dimension بيساوي بلس اور ماينس الفورس مضروبة في الديستانس ومضروبة كمان في كي. ده كده القانون بتاع المومنت اباوت ايه؟ اباوت بوينت. طب فين المشاكل اللي هتواجهنا؟ قال لي المشاكل اللي هتواجه هي اختار البلس ولا اختار الماينس. انا اقول لك ان البلس لو كانت الفورس بتدور عكس عقارب الساعة، والماينس لو كانت الفورس بتدور حوالين البوينت مع عقارب الساعة. وعشان نحل المشكلة ديت اقترح عليكم اقتراح ان الفورس تبقى في مكان من اربعة، يا اما في المكان رقم اف واحد، يا اما في المكان اف اتنين، يا اما في المكان اف تلاتة، يا اما في المكان اف ايه؟ اف 4. ليه؟ لان في الاماكن ديت
بيسهل ايجاد البعد دي. يعني مثلا ده كده البعد بتاع التلاتة، وده كده البعد بتاع الواحد، وده كده البعد بتاع اربعة، وده كده البعد بتاع مين؟ بتاع اتنين. وكمان اتجاه الدوران بيبقى سهل ايجاده. عشان نشرح المومنت في التو دايمنشن تعالوا نمسك المثال ده. المثال ده في كل الافكار الاساسية بتاعت المومنت اباوت بوينت. يعني بصوا كده، الفورس المية دي عايزين نجيب المومنت بتاع حوالين الاو. هلاقي ايه؟ هلاقي ان الفورس المية بتلف حوالين الاو مع عقارب الساعة. بص الدوران ماله؟ مع عقارب الساعة. مع عقارب الساعة يبقى ماينس. قيمة الفورس بكام؟ بمية. طب بعدها بكام؟ قال لي بص كده، شايف ادي لاين الفورس فيرتيكال، يبقى البعد ده اللي هو المعوج ده هو مين؟ هو البربنديكولار ديستانس، يبقى 100 في 200 دي تدينا ماينس 200. طب وحدة الفورس نيوتن، وحدة الديستانس متر، يبقى نيوتن في متر، دي كده اليونت بتاعت مين؟ بتاعت المومنت. طيب مثال تاني، افرض يا دكتور ان الفورس بعيدة، يعني بصوا كده انا عايز اجيب المومنت حوالين الاو والفورس بعيدة، وانت قلت لي يا اما فوقيها او تحتيها، يا اما يمينها او شمالها. قال لي زحلق الفورس، بصوا الخمسين ماشي على الخط الاكس، فانا هم زحلقها كانها موجوده في المكان ده اهي، ادي الخمسين. انسى دي بقى خالص. هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الخمسين بمكانها الجديد بعدها النورمال هو ده اللي هو بكام؟ اللي هو 0.75. طب الخمسين من لما تلف حوالين الاو تلف ازاي؟ تلف مع عقارب الساعه، يبقى المومنت اباوت الاو في الحاله ديت هو ماينس 50 مضروب في 0.75. يبقى احنا اخدنا حالتين لحد دلوقتي، حاله مباشره المية جاهزه مع الاو في مكان ما احنا متفقين، الحاله الثانيه ان الفورس تكون بعيده، فاعمل ايه؟ ازحلقها على لاين الفورس. طب ما هنا البعد مش جاهز، يعني انا عايز اجيب المومنت بتاع ال 40 حوالين الاو، البعد البربنديكولار هو ده. طب وده كام؟ قال لي 4 زائد الجزء ده. بصوا كده البعد المايل 2، البعد المايل 2 ده كان بيميل بزاويه 30، فاحنا بنعامل البعد زي الفورس، فاللي قصاد الانجل هيبقى ساين، فيبقى دي كده 2 ساين 30، واللي جنب الانجل هيبقى كوزاين، يبقى هنا 2 كوزاين ايه؟ 30. طب انت عايز مين فيهم؟ انا عايز الكوزاين. فمعنى كده ان المومنت اباوت الاو للفورس الجديده 40 هتلف مع عقارب الساعه، يبقى ماينس 40 في كام؟ في بعدها عن الاو اللي هو 4 زائد 2 كوساين ايه؟ كوساين 30. المثال اللي بعده جايب لي هنا فورس برضو بعيده، لا احنا اتفقنا الفورس البعيده نعمل ايه؟ نزحلقها هنا اهي 60، احنا عايزين المسافه دي. المسافة دي هي نفسها المسافة دي اللي هي 1 ساين 45، فيبقى المومنت اباوت الاو هو بلس 60. ليه بلس؟ لأنها هتدور عكس عقارب الساعة في البعد اللي هو 1 ساين 45. الفورس 70 برضه بعيدة، لا زحلقها فوق البوينت، ادي 7. بتبعد قد ايه؟ بتبعد المسافة دي اللي انا عملتها بالاحمر المعوج دي. طب والمسافة ديت كام؟ قال المسافة دي 4 ماينس 1 4 ماينس 1 متر، يبقى المومنت اباوت الاو هيساوي بلس 7 لانها هتلف عكس عقارب الساعة في 4 ماينس 1، وطبعا اللي هيطلع هيبقى ايه؟ نيوتن في متر. طب لو كانت الفورس مايلة يا دكتور، يعني مثلا جيت رسمت ممبر كده وادي نقطة ايه، ورسمت فورس مايلة 100 نيوتن اهي، مايلة بانجل 30 على بعد 3 متر، اعمل ايه؟ قال لي احنا ما بنعرفش نتعامل مع الفورس المايلة، لازم تعمل لها ريزوليوشن. فلو عملت ريزوليوشن هيدينا هنا 100 كوساين 30، وهيدينا هنا 100 ساين 30. ال 100 كوساين 30 ما بتعملش مومنت حوالين الاو، ليه؟ قال لي ان المومنت بتاع فورس بيساوي زيرو لو الفورس بتعدي بالبوينت. المومنت اباوت بوينت لفورس بيساوي زيرو لو الفورس بتعدي بالبوينت. يعني معنى كده ان المومنت اباوت الايه هنا هيبقى بلس، المومنت ده هيلف بلس. 100 ساين 30 دي الفورس مضروبه في البعد اللي هو بكام؟ اللي هو ب 3، وطنشنا 100 كوساين 30 عشان
بتعدي على نقطة A. دي كده هي الأفكار الأساسية بتاعة المومنت أباوت بوينت. هو بقى مدينا مثال. المثال ده بيقول لي إيه؟ بيقول لي عندك فورس F ب 400، عايزين نجيب المومنت بتاعها حوالين الـ O. الفورس مالنا. يبقى أول خطوة أعمل إيه؟ أول ستيب ريزولف the inclined forces. أول ما تلاقي force inclined يعني مايلة، اعملها resolution. لو جيت عملت resolution هيدينا component هنا اللي هو 400 sin 30، وهيدينا component هنا اللي هو 400 cosine 30. نمسك بقى واحدة واحدة، فيبقى المومنت about الـ O هيساوي ال 400 cosine 30 هتلف ازاي؟ مع عقارب الساعة. يبقى نيجاتيف 400 كوزاين 30 مضروبة في البعد اللي هو بكام؟ اللي هو بأربعة من عشرة. خلصنا من أول واحدة. نمسك التاني اللي هي 400 ساين 30 هتلف عكس، يبقى بلس 400 ساين 30 في كام؟ في بعدها الرأس اللي هو 0.2. يبقى البعد دوت هو إيه؟ هو البعد لا يطلع بقى، هيبقى اليونت بتاعته نيوتن تايمز متر. موضوع ايه؟ موضوع بسيط ان شاء الله. تعالوا نمسك دي. هنا بقى بيقول لي هات لي الريزلتنت مومنت. يعني ايه ريزلتنت مومنت؟ يعني المومنت بتاعت الفورسز دي كلها متجمعه. طب هو عندي كام فورس؟ عندي فورس 40، وعندي فورس 20، وعندي فورس 60، وعندي فورس 50. كل دول عايز المومنت بتاعهم حوالين مين؟ حوالين نقطه او. الاجابه بسيطه، المومنت اباوت الاو هيساوي، تعالوا بقى نمسكها واحدة واحدة. أول حاجة الخمسين، الخمسين هتلف مع عقارب الساعة حوالين الاو، يبقى ماينس 50 في كام؟ في بعدها عن الاو اللي هو باتنين، يبقى تايمز اتنين. الفورس الستين مش هتعمل مومنت، ليه؟ لأنها بتمر بنقطة او. طب نيجي للفورس العشرين، العشرين بعيدة، قال لي انزحلقها. اهي ال 20 بقت هنا دلوقتي. ال 20 دي هتلف عكس عقارب الساعه، يبقى بلس 20 في كام؟ في بعدها عن الاو. شايفين المسافه ديت؟ هي نفسها المسافه دي. اجيبها ازاي؟ البعد المائل ده 3 والزاويه دي 30، يبقى دي كده 3 ساين 30 قصاد الانجل، يبقى 3 البعد 3 ساين 30. نمسك ال 40 اخر حاجه، ال 40 هتلف مع عقارب الساعة حوالين الـ O، يبقى ماينس 40 في كام بقى؟ في البعد ده كله. طب هو البعد ده كله كام؟ بصوا بقى كده، تعالوا نطلع فوق هنلاقي إيه؟ هنلاقي فيه 2 زائد 2 زائد الحتة دي، الحتة دي هي هتبقى البعد المايل كوزاين 30، 3 كوزاين 30، يبقى ال 40 هتضرب فيه 2 زائد 2 زائد 3 كوزاين إيه؟ كوزاين 30، وبالماينس لانها هتلف مع عقارب الساعه. تعالوا نمسك ديت، عايز برضو يجيب الريزلتنت مومنت حوالين الاو. ادي فورس، ادي الثانيه، ادي الثالثه. لو في بعد مايل بنعمل ريزوليوشن للبعد المايل. هو مديني البعد المايل ده بكام؟ باتنين ونص. يبقى البعد ده والبعد ده اعرف احسبهم. بصوا كونت مثلث رايت انجل اهو، اللي قصاد الانجل ساين، يبقى 2.5 ساين 45، واللي هنا هيبقى 2.5 كوساين 45. لما اجي اجيب المومنت اباوت الاو هيبقى عندي ال 600 هتلف ماينس، يبقى ماينس 600 في كام؟ في بعدها عن الاو اللي هو ب 1، يبقى تايمز 1. نمسك ال 500 هتبقى بلس 500 في كام؟ في المسافة الرأسية دي، اللي هي كام بقى المسافة ديت؟ 1 ومن هنا 2 ومن هنا 2.5 كوساين 45، يبقى 2 بلس 1 زائد 2.5 كوساين 45. نمسك ال 300، ايه ده؟ ال 300 بعيد، زحلقها فوق البوينت اهو اهو 300، ننسى دي خلاص. ال 300 هيبقى بعدها هو ده اللي هو مين؟ اللي هو ده اللي هو بكام؟ اللي هو 2.5 ساين 45، يبقى ماينس 300 عشان 300 هتلف كلوك وايز، ماينس 300
to 2.5 sin 45. يبقى واضح ان التركه كلها في ايجاد البربنديكولار ديستانس واتجاه الدوره. الحاله الثانيه لو انا عايز اجيب المومنت اباوت بوينت في السبيس، المومنت اباوت بوينت بس ان سبيس، اجيبها ازاي؟ قال لي في الحاله دي بنستخدم رول ان المومنت اباوت بوينت بيساوي ار كروس الاف. ار كروس ايه؟ كروس الاف. خلي بالكم ان انا كتبت كلمه بوينت الاول، الار بقى اللي مكتوبه دي تبدا بنفس البوينت، تبدا بايه؟ بنفس البوينت. طب والنقطه الثانيه نجيبها منين؟ قال لي اي نقطه على خط الفورس، اي نقطه على خط الايه؟ الفورس. يعني لو انا جيت رسمت لكم فورس، الفورس ديت من الايه الى البي، وانا عايز اجيب المومنت حوالين السي، بقول لك determine the moment about C. ترجمة السؤال ده ان هو عايز ال MC. طب ما هو ال MC يعني استبدل كلمة point ديت ب C، فتبقى ال R هي RC cross الforce. طب الفورس بتاعتك اللي مرسومة ديت من فين لفين؟ قال لي من A إلى مين؟ من A إلى B. طيب نعمل إيه؟ قال لي نكتب الرول. نكتب مين؟ نكتب الرول. فالفورس ديت من الـ A إلى الـ B. قال لي بقى بالنسبة للـ R هتبقى R يا إما CA يا إما القانون يتكتب R C كروس الـ F A B، بس آخد نقطة B. يبقى يا إما تاخد نقطة A فتبقى R C A، يا إما تاخد نقطة B فتبقى R C B. يبقى أنا كده أخدت إيه؟ أي نقطة على لاين الفورس تجيب لي نفس الإيه؟ نفس النتيجة. طبعًا العلامة اللي موجودة ديت في النص اسمها كروس برودكت، هنفهم بتتنفذ إزاي من خلال الإكزامبل ده. في الإكزامبل دوت بقول لك تو فورسز، الفورس F1 أهي والفورس F2 أهي، وبقول لك هات لي الريزالتنت مومنت. تعالوا نجيب المومنت بتاعت فورس واحدة، يعني تعالوا نحل المسألة دي الأول. بيقول لي determine the moment produced by the force F أهي about point O. عايز يجيب المومنت بتاع الفورس ديت حوالين مين؟ الـ O. ترجمة السؤال ده هو عايز MO. الحل واحد، اكتب القانون. القانون بيقول ايه؟ M point بيساوي R point كروس الفورس والنقطة التانية من على الفورس. طب البوينت هنا هي O، يبقى M O R O كروس الفورس. تعالوا كده نبص على الرسمة، هنلاقي ان الفورس بادئة عند الـ A ومنتهي عند الـ B. يبقى الـ O هتبقى O A أو O B. احنا هنا كنا قلنا A أو B دي نقطة على خط الـ A الفورس، برضو هنا A أو B نقطة على خط الفورس. القانون ده محتاج تحضير. القانون ده محتاج ايه؟ محتاج تحضير. ايه التحضير ده؟ قال لي انت محتاج تجيب الـ R O A. R O A يعني همشي من الـ O للـ A. بصوا كده، لما مشيت من الـ O للـ A مشيت على الـ Z axis 12، يبقى 12 في الـ Z بس. طب والباقي هيبقوا صفار، يبقى 0 و0 وايه؟ و 12. طب عايزين كمان التحضير نكتب ال FAB as a vector. طب يلا بينا، القانون بتاع الفيكتور هو ايه؟ ماجنتيود الفيكتور في اللامدا بتاعة اللاين، يعني 2 في RAB فيكتور على RAB ماجنتيود يبقى 2. ال RAB قال لي هعمل ايه؟ قال لي هتمشي من ال A لل B. لما امشي من الـ A للـ B هلاقي نفسي من الـ A
نزلت عكس الزد 12 يبقى ماينس 12 في الزد. وبعدين قال لي ومشيت على الاكس 4 يبقى ادي الاكس 4. وبعدين قال لي ومشيت على الواي 12 على ماجنيتيود الكلام ده، يعني 4 سكوارد و12 سكوارد و12 سكوارد كل ده تحت الايه؟ تحت الروت. تعالوا كده نحسبهم. يبقى السكوير روت بتاع 4 سكوارد زائد 12 سكوارد ايه؟ زائد 12 سكوارد اداني تقريبا كده 17 و 4 من 10 او 4، يعني لو احنا ما اختصرناش يعني هيبقى 4 روت 19 مضروب في 4 و 12 وايه؟ ونيجاتيف 12. الخطوة التالتة والأخيرة عوض في الرول، يعني هكتب له كده الام او بيساوي، هفتح ديترمنت. خلي بالكم بقى الكروس برودكت هيتعمل ازاي، العلامه دي هتتعمل ازاي. هاجي في اول صف واكتب بلس اي وماينس جي وبلس كي، بلس اي وماينس جي وبلس كي. بعد كده مكونات الار، الار ده اللي هو كانت 0 و0 و12. بعد كده مكونات الفورس اللي هي 4 و12 ونيجاتيف 12. طب يا دكتور انت نسيت الرقم ده، اقول لك ما هو الرقم ده من خواص الديترمنت انه يطلع بره الديترمنت. ليه؟ كومن فاكتور، يعني عامل مشترك نقدر نطلعه بره الديترمنت. فك الديترمنت ده بالتفصيل، هناخد ال2 اوفر 4 روت 19 بره ماشي، ونقول هنا بلس اي. لما نيجي ناخد الاي هنشطب الصف الرو والكولوم اللي فيهم الاي، يتفضل لك ايه؟ 0 و12 و12 ونيجاتيف 12. بعد كده ماينس جي، لما اخبي الجي يتفضل لي 0 و12 و4 ونيجاتيف 12. بعد كده بلس كي، هنخبي الكي فيتفضل 0 و0 و4 و12 ونقفل البراكت. تعالوا نفك الديترمنت ده. فك الديترمنت ده هيدينا ال2 اوفر 4 روت 19 مالناش دعوه بيها. نمسك بقى الديترمنت الصغير هنضرب، بصوا كده هنخش من الشمال نقابل الزيرو، نضرب الزيرو في الماينس 12. بعد كده ماينس 12 في ماينس في ايه؟ في 12. بصوا هكتبها ازاي، زيرو. طبعا احنا ناخد اي الاول اهو بلس اي، نفتح براكت، هيبقى 0 في نيجاتيف 12 بعد كده ماينس 12 في 12 دي اي. بعد كده ايه؟ ماينس جي، نفس الطريقه هضرب 0 في نيجاتيف 12 و12 في 4 بالنيجاتيف، يبقى 0 في نيجاتيف 12 ماينس 12 في 4 هي كده بلس كي، هيدينا ايه بقى؟ 0 في 12 ماينس 0 في 4 ماينس 0 في ايه؟ في 4. معلش الصفحه بتتحول عشان احنا بنكتب على الطرف، طبعا يعني بدون الكي واضح انها طارت لانها ايه؟ اصفار في اصفار. اتفضل ايه بقى؟ ودي برضو صفر ودي برضو صفر، فتفضل المومنت اباوت الاو هيطلع بيساوي ال2 اوفر روت 19 في الاي، هتتفضل كام؟ نيجاتيف 144 اي. طب والجي هيبقى 12 في 4 اللي هي 48، وفي نيجاتيف ونيجاتيف فتبقى بلس 48 جي. طب والكي؟ مفيش كي. هو ده يا سيدي المومنت حوالين البوينت، وواضح ان هو دي في صوره كارتيزيان فيكتور، وبيقول لي اكسبريس از ا كارتيزيان ايه؟ ا كارتيزيان فيكتور. طيب ناخد مثال كمان اهو. في المثال دوت جايب له تو فورسز وعايز يجيب الريزلتنت مومنت حوالين مين؟ حوالين برضو الاو. بصوا كده شغل سيستماتيك جدا. المومنت اباوت الاو للتو فورسز هو عايزه، هقول له المومنت اباوت الاو بيساوي ار كروس الفورس الاولانيه اللي هي مين؟ اف 1، بعد كده بلس ار
كروس الفورس التانية اللي هي مين؟ F2. خلي بالكم بقى في اتنين R، كل R منهم هتبدأ بالO. ليه؟ لأن أنا عايز المومنت أباوت الO. بس الفورس F1 عند نقطة A والفورس F2 عند نقطة B، يبقى أنا اخترت كل نقطة على حسب مكان الفورس. لكل واحد من دول هعمل ديترمنت يبقى ايكوال ديترمنت ده بلس الديترمنت ده. تعالوا نمسك اول حاجه الديترمنت الاولاني، اولي بلس اي وهنا ماينس جي وهنا بلس كي، نفس الكلام الديترمنت الثاني بلس اي وماينس جي وبلس كي. تعالوا نجيب ار او اي، يعني همشي من الاو للاي، مشيت كام؟ مشيت 5 على الواي بس، يبقى الباقي اصفار. طب عايزين نجيب ار او بي، ما هو طالب هنا ار او بي اهو، يبقى همشي من الاو للبي، همشي على الواي 5، بعد كده همشي على الاكس 4، بعد كده هنزل عكس الزد 2، يبقى هنا في ماينس 2. كل ديترمنت هكتب الفورس بتاعته، يعني الفورس اف 1 كانت كام؟ ماينس 60 و40 و20. طب الفورس اف 2 قال لي كانت 80 وكانت 40 وكانت ماينس كام؟ ماينس 30. تعالوا نفك كل ديترمنت من دول. الديترمنت الاولاني اللي هو ده هيدينا بلس اي، بصوا كده هشطب العمود اللي فيه الاي، اتفضل لي الارقام ديت هضرب كروس برودكت، فيبقى 5 في 20 ماينس 0 في 40، بعد كده ماينس جي، فهشطب العمود اللي فيه الجي اتفضل لي كام؟ 0 في 20 ماينس 0 في ماينس 60، طبعا يبقى ايه؟ طارت الجي، بعد كده بلس كي. تعالوا بقى نشطب العمود اللي فيه مين؟ اللي فيه الكي. اتفضل 0 في 40، 0 في 40 ماينس 5 في ماينس 60، 0 في 40 ماينس 5 في ايه؟ في ماينس 60. ده كده الكروس الاولاني. تعالوا نمسك الكروس الثاني اللي هو ده، هقول له تاني بقى بلس اي، ها هنصطب العمود اللي في الاي، فضل لي 5 في ماينس 30 ماينس ماينس 2 في كام؟ في 40، بعد كده ماينس جي، او مشطب الصف اللي في الجي يلغي بقى الاي، اتفضل لي كام؟ قال لي 4، 4 في ماينس 30، بعد كده ماينس ماينس 2 في 80، بعد كده بلس كي، ها يلا نشطب الكي، فضل لي مين؟ فضل لي 4 في 40 ماينس 5 في 80. واضح ان طلع لي 2 اي و2 جي و2 كي، جمع بقى الاي مع الاي والجي مع الجي والكي مع كي، طبعا الاصفار هتطير، يعني ده كده صفر هيطير وده هنا صفر هيطير. فواضح ان الاولاني، تعالوا كده عشان يبقى معانا، 5 في 20 اديتنا 100 اي، والتاني مفيش جي، طب والكي؟ 5 في 60 اديتني 100 300 ماينس ماينس يبقى بلس 300 كي. طب الفيكتور التاني تعالوا نحسبه اهو، 5 في ماينس 30 ماينس ماينس يبقى بلس 2 في 40 اديتني ماينس 70 اي. طب واللي بعده 4 في ماينس 30 بعد كده زائد 2 في 80 اديتني 40، وفي ماينس تبقى ماينس 40. نيجي للي بعده 4 في 40 ماينس 5 في 80 اديتني ماينس، طبعا ده كان جي، اديتني ماينس 240 كي. اجمعوا بقى يبقى الاي زائد الاي، فيبقى 100 ماينس 70 في الاي، بعد كده الجي 0 من هنا وماينس 40 من هنا جي، طب والكي؟
قال لي من هنا 300 ومن هناك ماينس 240 كي، طبعا ده هيدينا 30 اي ماينس 40 جي، وال 300 تدينا ايه 60 كي. كده يبقى اخدنا المومنت اباوت ايه اباوت بوينت في ال 2 دايمنشن وفي ال 3 دايمنشن. المومنت اباوت بوينت في ال 2 دي وفي كمان في ايه في ال 3 دي.